كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ زين. شباب بس اللي بنطلب منه يجاوب. عشان نكون مرتبين شباب بس ترفع ايدك، احنا بنختار واحد تجي هون، اذا صح صح مش صح بنصحح الاجابه وبنمشي. تعال خلص زين، تعال زين لهون. طبعا نحيي زين لانه اول مره ببادر وبقوي قلبه. كيف حامل يا زين؟ طبعا الاجابه صحيحه. اسمع جيب لك شوكولاته وتوزع على الشباب. إذا جاي ما هي الدولة التي لقبت ببلد المليون شهيد؟ تاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الهجري. كان عمره 63 بس التاريخ، التاريخ اللي بعرف التاريخ أحمد عيادي. مش عارف الفيل طبعا الإجابة عندك صح؟ إيه الإجابة؟ عادي 10 للهجرة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ ارفع عندك وبس. احد. تعال يا زبير. شو الان؟ 60 سنة. تعال يا اخو. 25. لا بس يا اخي اركين الهجره. كم كان عمره؟ 63. الجواب 61.